مختلفة، القضايا المتعلقة بسماسرة الموت. قلت لكم انه في الناس اللي بتخدع الشباب، الشباب طبعا في حالة بطالة، هم ضحايا للبطالة، لكن كمان ضحايا للنصابين والسماسرة. حتى الآن شفتوا انتوا الدول الأوروبية اجتمعت لمواجهة هذه الظاهرة، نصيبنا فيها كبير. يعني لسه البعض بيكلمني انه الأطفال كمان، واللي هتشوفوهم دلوقتي اللي بيتكلموا عن أولادهم هم أطفال، بيتكلموا عن 16 و17 و18 سنة. يعني شريحة لم نكن أبدا نتخيل انه البعض يلقي بها في البحر بهذا الشكل. القارب ده اللي بينقلوا بيه الشباب ويهميهم انه هيوصل لشاطئ اليونان او ايطاليا، بعضهم بيوصل، لكن على الاقل نصهم ما بيوصلش وبيموت في البحر، او بيلقى القبض عليه وبيلاقي مشاكل، لكن هو هنا بيلجأ شويه لمواثيق حقوق الانسان في الدول الاوروبيه، انه بيحطهم في السجن شويه وبعد كده بيطلعوهم وبيزاول الحياه من جديد. احنا في كل الاحوال في جزء متعلق بسماسرة الموت، وفي جزء متعلق كمان انه انا ما اتهمش الشباب بس، لازم نشوف ازاي نلاقي حل لهذه المشكلة. مش حل لمشكلة البطالة، مشكلة البطالة مش هتحلها لانه نتحدث عنها كثيرا، لكن على الاقل يمكن ان تقلل منها. تعالوا نشوف العائلات وهي تتحدث عن فقدان ابنائها ما بين 15 ل 18 سنة بسبب أوهام السفر إلى إيطاليا ومالطا واليونان وأحيانا أسبانيا. هذه الأوهام بتخلي البعض بيموت في البحر. بدق ناقوس الخطر لمشكلة مدارية بعيدة عن الأنظار، لأن أنا لاحظت إن الشباب اللي هم من 17 سنة فأقل بيسافروا بره، وفيها جهات بتاخد الناس تسفرهم بره وبلا مقابل تقريبا. ابني في ثالثة ثانوي علمي، سايب مدرسته وطلع، ومنه اللي جمال الخال اللي غوام، ما يقبلش حد، هو اللي واخده هو اللي مسفر. فاحنا دلوقتي عايزين ابننا، وعايزين نعرف ابننا فين؟ فين ابنني؟ اقول للسيسي انا عايز ابني، اقول للسيسي انا رحت انتخبتك، الناس قالوا انتوا عبيد البياده، قلت لهم احنا نبوس البياده وان راجل هيحكمنا وهيرقصنا وهيخلي البلد كويس. ليه محمد ابني مسافر مع عيال زمايله اللي مسفره جمال الخول، فسافر احنا ما نعرفش حاجه عنه، عنده 18 سنه. عايزين نشوف عيالنا دي فين، وحابسينهم ليه؟ حابسينهم عشان ايه؟ مسافرين هجره غير شرعيه من غصب عننا، عيالنا مسافره غصب عننا، واللي غويهم اللي مسفره. ابني اسمه رضا، كان في الكليه، قعد في الكليه سنتين اتنين وراح يشتغل في اسكندريه، فالجماعه دول غووه وخدوه وساب كليته وسافر علشان مع اللي راح المركب دول. لا ما دفعتش حاجه، هو قال لك اما يوصل. بناشد الرئيس السيسي ان هو اي حاجه يعرفنا عيل اهو، يعني حرام كده 8 شهور ما نعرفش حاجه، ابوه وامه بيموتوا كل يوم، فحرام كده. احنا تعبنا من التدوير، وتعبنا من خلاص، يعني اعصابنا ما عادش فيها ان احنا نتكلم في حاجه. ما نعرفش هل هم راحوا عن تنظيم داعش، هل هم راحوا عن منظمات اخرى لم نعلم اسمها، ولا ايه بالظبط. الاهالي غصب عنهم دولت
وهم بقى كمان النقطه الاخطر اللي عاوزين نقولها ان كل اتكلم وقال لك ما دفعناش فلوس. امال دول راحوا عشان ايه؟ اصل الناس دول بيقتلوا سمسرة، بيقتلوا الاولاد هنا ويعملوا برمجه لعقليه الولد بدون علم ابيه او بدون علم اهله، وياخدوهم وبعد كده يتصلوا وهم في الطريق والله ده احنا خدنا ابنكم. احنا اللي ميتين، احنا اللي ميتين، ارحمونا والنبي ترحمونا. ابص رجلكوا ترحمونا، بصوا لنا بنظره الرضا والرحمه، بصوا لنا بنظره الرضا والرحمه. عينكوا صاف فيني فيني، انا بنشد الرئيس السيسي يبص زي ده اهو يقول ابن عمي فين، يبص له بنظره الرضا والرحمه. هو كان شغال في اسكندريه ما اعرفش حاجه، وما لسه يا دوبك خلص 19 سنه ما كملهمش يعني، واحنا اربعه ثلاث صبيان وانا ما عندناش اي حاجه يعني. شايفين البيت عامل ازاي؟ بنيه شويه شويه يقع علينا. هو طلع عشان ايه؟ ما طلع عشان يشوف عيشه، ياكل اي حاجه، يعمل ايه يعني؟ جماعه ضحكوا عليه وقالوا تسافر ايطاليا 8 شهور وعنده 19 سنه وطلع من ورا ده، ولغايه دلوقتي ما اعرفش عنه حاجه. في اللي جماعه يقول لك غير ام ومش غير ام، هم عايشين بس مش عارفين هم فين بالظبط. هم مدارين علينا، عاوزين نعرف بس هم فين. الله الله يا حبيب قلب امك، تعالى علي هاخدك في بطني تاني. عمري والله عمري يا رب ما يطلع من حضني، عمره ما يطلع من حضني تاني ابدا، ولا يسافر ولا يشوف السفر. هاخده في حضني، نفسي نفسي ابنها انت مني، والله انت مني ده من انا غصب عني ماسكه نفسي بالعافيه. والله ابني كريم حبيب قلب، كنت عايز ولا ياخدني للدكتور، والله ولا ياخدني اسافر اروح عند اهلي هو المحاي. الله روح درزك يا كريم، اوصلك يا ماما وارجع تاني. ما كانش بيسيبني ابدا ابن حبيب قلب، وحته مني حته مني نفسي. لو ميت يقولوا لي ابنك مات، وجابوا لي دليل ان ابني مات، وانا راضي بحكم ربنا وقضاء ربنا، بس يجيبوا لي دليل له واشوفه هو ماي، مش معترض على قضاء ربنا. انا عندي 63 سنه وابني كان طالع يجري عليا، وانا مش قادر اجري ولا ادور عليه ولا اعرف هو فين. حيت مصر غووه وسافر من وراي، ما اعرفش حاجه. النبي يا ريس خلي لك ولادك، تجيب لي ابني. والنبي يا ريس تجيب لي ابني، طول على ابني وهاته. انا عندي 63 سنه مش قادر اجري عليه. شفتوا الشباب اللي ضاع ما بين سن 15 ل 18 سنة، أطفال يعني. وهنا بقى ما تستبعدش فعلا إنه داعش تاخدهم، إن البحر يلتهمهم، واللي ما يلتهموش البحر داعش هتاخده، لأنه بيعدوا على يعني أحيانا البداية بتبدأ من ليبيا، وليبيا تحديدا يمكن أن يتم اكتزاب وتجنيد الشباب هناك. عشان كده الأعداد اللي احنا قاعدين بنسمع عنها، لا لازم نسأل هم فين دلوقتي، نحاول نسأل ونشوف إلى أي شاطئ وصلوا أو إلى أي قاع بحر سقطوا، ربنا يرجعهم بالسلامة وما يكونش ده حصل، أو إلى أي مصير ذهبوا. مش ممكن أبدا نسيب الناس كده ونقول لهم أصلوا أولادكوا في البحر، ما هو بالتأكيد في نهاية. وصل لفين في البحر؟ هل لشاطئ دولة أوروبية وألقي القبض عليهم؟ هل سقطوا في قاع البحر زي البعض؟ هل اختطفهم البعض أو تم تجنيدهم في ليبيا وما سافروش هذه